الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل، قال: باب فضل قراءه القران. قد تكلمنا في المجلس السابق عن فضل قراءة القرآن بالعموم وأهمية هذا الكتاب العظيم، ونشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في الكلام على الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. قد ذكر حديثا كثيرة عن القرآن الكريم في فضل قراءته وتعاهده وتحسين الصوت به إلى آخره من الأبواب التي عقدها في هذا الكتاب المبارك. فقال أولا: باب فضل قراءة القرآن. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر للإرشاد والتوجيه، فعلى المسلم أن يقرأ القرآن امتثالا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن قراءة القرآن فيها البركة وفيها الهدى وفيها النور وتثبيت الصدور، وأيضا هي شفاعة للعبد يوم القيامة. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وما أحوج الإنسان إلى الشفاعة في ذلك اليوم العظيم. فيأتي هذا القرآن الذي قرأه في هذه الحياة الدنيا واستمتع بقراءته واستزاد منه، يأتيه يوم القيامة شفيعا له في ذلك الموقف العظيم الذي هو أحوج ما يكون فيه إلى الشفاعة. فاقرأوا القرآن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكركم هذا الفضل العظيم، يأتي شفيعا أي هذا القرآن العظيم لأصحابه يوم القيامة. وفي حديث النواس قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الحياة في الدنيا. انظر هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول قال: يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، لكن من هم أصحابه ومن هم أهله الذين بينهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من هم أهله؟ قال: الذين كانوا يعملون به. فإذن ليس المراد من قراءة القرآن قراءة الأماني من دون علم وعمل، بل قراءة القرآن هي قراءة من أجل استزادة من حسنات، من أجل العمل بهذا القرآن. فأهل القرآن هم أهله الذين يعملون به وإن لم يحفظوه. حفظ القرآن لا شك أنه خير عظيم وكمال كبير، ولكن من حفظ القرآن ولم يعمل به لم ينفعه ذلك. ومن قرأ القرآن وعمل به وإن لم يحفظه فإنه من أهل القرآن ومن خاصة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: وأهله الذين كانوا يعملون به. فأهل القرآن هم الذين يعملون بالقرآن. والقرآن ما أنزل من أجل هذا، القرآن أنزل من أجل العمل، من أجل التدبر، من أجل التفكر، من أجل تثبيت القلوب. أما أن يقرأ القرآن مجرد قراءة من دون أن يمتثل فإن هذا لا ينفع، بل قد يكون حجة على صاحبه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث: والقرآن حجة لك أو عليك، لا ثالث لهما، إما لك وإما عليك. فمن قرأ القرآن وعمل به فإنه حجة له، ومن قرأه ولم يعمل به فهو حجة عليه. والقرآن هو حجة الله على العالمين، قال الله سبحانه وتعالى عنه: لأنذركم به ومن بلغ، فهو حجة إما لك وإما عليك.
سواء قرأت أو لم تقرأ، بلغك القرآن قامت عليك حجة الله، فهو إما لك وإما عليك. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. وهذا فضل هاتين السورتين العظيمتين، سورة البقرة وآل عمران، من أعظم سور القرآن العظيم لما فيهما من الهدايات العظيمة. ولذلك كان السلف يعتنون بهاتين السورتين حفظاً، تفهماً، تدبراً، تفسيراً. ولذلك ذكر بعض العلم أن من أتقن سورة البقرة وآل عمران حفظاً تسهلت عليه بقية متشابهات القرآن، وتسهل عليه حفظ بقية القرآن. ومن أتقن أحكامهما فقد تسهلت عليه بقية أحكام القرآن، لأن سورة البقرة وآل عمران اشتملت على أحكام كثيرة جدا. فلذلك على المسلم أن يكون له عناية بهاتين السورتين حفظاً، تدبراً، علماً، عملاً. والأمور ميسرة وللحمد في زماننا هذا، حتى في جهاز الجوال تستطيع أن تقرأ وتستطيع أن تطلع على التفاسير. الآن التطبيقات التي في أيدينا الآية الواحدة تستطيع أن تطلع فيها على 10 تفاسير وأكثر وأقل على حسب هذا التطبيق. تجد فيها تفسير السعدي، تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، إلى غير ذلك من التفاسير الموثوقة. فالأمر في يديك ولكن التفريط منا. إذن هاتان السورتان البقرة والعمران سورتان عظيمتان، ومن فضلهما ومن عمل بهما أن هاتين السورتين تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. ليست شفاعة فقط وإنما محاجة، تحاج عن صاحبهما يوم القيامة. انظر إلى فضل هاتين السورتين عند الله. وقد استشكل بعض الناس كيف القرآن يأتي والسور تأتي وهي كلام الله، وكلام الله منزل غير مخلوق. فالجواب عن هذا كما جاوب الإمام أحمد وغيره من العلم أن الذي يأتي هو الثواب، ثواب هذه الأعمال، ثواب قراءة القرآن وثواب قراءة هاتين السورتين والعمل بهما. فيحجان عن صاحبهما يوم القيامة. ثم قال رحمه الله تعالى وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا حديث عظيم. من رواة هذا الحديث أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، المقرأ المعروف التابعي الشهير. يقول رحمه الله تعالى جلست في المسجد أعلم الناس القرآن 40 سنة. لماذا؟ قال عملا بهذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه الخيرية التي اختص الله بها سبحانه وتعالى أهل القرآن ليست سهلة، أنك تتعلم القرآن وتعلم القرآن. فالجلوس لتعلم القرآن والجلوس لتعليم القرآن أمر عظيم وثقر من ثغور الإسلام، وبه غراس الإسلام الذي يحمي به هذا الدين العظيم. فهذه الخيرية لم تأتي عبثا، ولم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم وأجرها سدى، بل لأن فيها من المشقة وفيها من المرابطة والمصابرة ما لا يعرفه إلا من جلس في حلق تعليم القرآن العظيم تعلما وتعليما. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم أيما حث على هذا الأمر العظيم، فقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من تعلمه ثم علم. فإذن العلم ككل لا بد أن تعلمه ثم تعلم، أما أنك تعلم من دون علم فهذا ضلال مبين. وهذا يفيدنا فائدة عظيمة في هذا الحديث، قال خيركم من تعلم وعلم، تعلم القرآن وعلمه. يفيدنا أن القرآن يؤخذ بالتلقي، حتى وإن كان القرآن بين أيدينا ونقرأه إلا أنه لا بد من التلقي، لا بد أن تتلقى القرآن. إذا أردت أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة على الوجه الذي أنزل فعليك أن تتعلمه. والعلم لا يأتي فيوضات من السماء،
وإنما يأتي العلم بالتعلم والتلقي، كما تلقى هذا القرآن أجيال الناس أجيالا بعد أجيال إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال خيركم من تعلم، لا بد أن يتعلم الإنسان حتى يدخل في هذه الخيرية، ثم يعلم زكاة لهذا العلم الذي تعلمه. وهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم، هناك حديث كثيرة فيها خيركم من كذا خيركم من كذا، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وهنا قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكيف الجمع بين هذه الأحاديث، بين قوله صلى الله عليه وسلم خيركم وهناك قال خيركم؟ فما المراد بهذا؟ هل هناك تعارض؟ لابد أن نعلم قاعدة أن الشرع لا تعارض فيه، وإنما التعارض يكون في الأذهان، التعارض يكون في الأذهان، وأما التعارض في الحقيقة لا، هناك ليس هناك تعارض في الآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف الجمع إذن؟ جمع العلماء رحمه الله تعالى بأكثر من جمع، لكن من أحسن ما جمع في هذا المعنى هو جمعان. الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم في أحاديث متعددة على حسب الأحوال وعلى حسب الأشخاص. فمثلا يقول لرجل خيركم كذا وكذا لحاجة الرجل إلى هذا العمل، وقد يقول للناس خيركم من فعل كذا وكذا لحاجة الناس ككل إلى هذا العمل في ذلك الوقت، فتكون الخيرية بحسب الأحوال والأشخاص. والجمع الثاني وهو أقرب، أن المراد بخيركم في هذه الأحاديث هي من خيركم، ولكن من كانت محذوفة، والعرب تحذف بعض الكلام، فيكون المعنى من خيركم من تعلم القرآن، من خيركم خيركم لأهله. وبهذا تجمع الأحاديث أن هذه الخيرية المراد بها أن هذه الأعمال هي خير الأعمال عند الله، ومن فعلها فقد فعل خير الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، وليست خيرية مطلقة في كل شيء، وليست خيرية مطلقة في كل شيء، وإنما يكون المعنى من خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من خيركم خيركم لأهله، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.